الإطلالة المختلفة في راجعين يا هوا والكتابات بتاعت البرنامج المسلسل لطبعا العظيم أسامة أنور عكاشة. راجعين يا هوا اللي بجد كان إضافة مميزة من أول التتر لغاية القيم الجميلة في أحداثه، عشان نعرف بقى كل ده والتفاصيل والكواليس ومين اختار يعني اختيار القصة جه إزاي. معانا على التليفون دلوقتي نسرين أسامة أنور عكاشة. صباح الخير عليك يا نسرين. صباح الفل يا بسنت، ازيك حبيبتي؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. يعني انا اشكرك، تسلم، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. بالف خير. يعني في الحقيقه المسلسل ناجح جدا، مكسر الدنيا بسبب القصة اللي في الحقيقة احنا كجمهور مفتقدينها، مفتقدين النوع ده من القصص. فخلينا في البداية نتكلم معاكي عن كواليس بقى اختيار العمل والفكرة، يعني جت ازاي؟ الحمد لله. بصي، هو كان في اهتمام من فتره من كذا طرف، يعني في حاجه تتقدم عن روايه البابا او شيء اللي بابا يتقدم يعني بشكل عام. والحقيقه انه هي اروما ستوديوز والمتحده كان في اهتمام بده، بيتكلم انه ايه اللي ممكن يتقدم لأسامة أنور عكاشة ويبقى كويس. وكان من قبلها بفتره قبل ما هم يتكلموا معايا، كان الحقيقه الاستاذ يوسف القهراني، تحيه لي يعني، كان بيكلمني عن بابا واهميه ان احنا يبقى في حاجه بتتعمل لبابا. وفي اليوم ده ذكر تحديدا راجعين يا هوا. حتى هو ما كانش بيتكلم على فكره ان احنا نقدم لبابا ايه، قد ما هو فاكر راجعين يا هوا تحديدا، وبيقول لي العمل ده كان لازم من زمان يتعمل يعني. والكلام الايام راحت وجت لغايه ما هم المتحده واروما ستوديوز كانوا عايزين يقدموا بقى، يلا بينا بقى، احنا لازم الفتره دي محتاجه ان احنا نعمل له حاجه. من هنا جاء الكلام على راجعين يا هوا. والحقيقه ان هم ما خدوش وقت كتير، ويعني شفت من الاول الاهتمام بالعمل ده كان شكله ايه. من الحاجات الجميله في المسلسل برضو يعني اختيار شارع المعز والصوره اللي كانت محل اشاده كبيره، كلمينا عن ردود الافعال عليها، ازاي كانت وازاي يعني تم التخطيط ليها؟ بص، هو يعني انا نفسي اتفاجئت بكتير من اللوكيشنز دي طالعه في العمل بشكل انا ما توقعتوش. يعني المخرج هنا واضح انه كان عنده حرص قوي على صوره جبليه حلوه جدا تجمع ما بين القديم والجديد في نفس الوقت. واحنا عارفين الاستاذ محمد سلامه واضح انه يعني هو من زمان رؤيته حلوه قوي وعنده رؤيه بصريه وفنيه حلوه قوي. كمان الانتاج العمل كانوا مركزين فيه على ان احنا ازاي نقرب للناس قوي. انا حسيت ان هم عندهم رغبه ان احنا نرجع للاعمال، للصوره اللي كانت وحشانه قوي. الناس كان وحشاها حاجات كتير قوي، من اهمها صوره حلوه، ان انت تشوف صوره حلوه. أيوة. فيها اصاله، فيها جمال، فيها معاني كتير احنا كنا مفتقدينها في اعمال كتير. وفي نفس الوقت عايزين يقولوا للناس يعني معاني، والمعاني دي اللي بين السطور في راجعين يا هوا يعني جزء كبير منها بيطلع من المكان نفسه. فده الجميل يعني، ده حاجه من الحاجات اللي حسستني انه احنا قاريين الفكر حلو. طيب نسرين، بتتابعي ردود الفعل على السوشيال ميديا؟ جدا يعني. انا شفتي الناس بتقول ايه على 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 الكاست، على خالد النبوي؟ يعني الناس كلها دايما الشخصيه، انت عارفه طبعا يعني الجروبس بتاعت البنات عامه لما تشوف شخصيه زي خالد النبوي مش هيسيبوها في حالها، هو الوحيد اللي بيقولوا عليه توكسيك، بس احنا مبسوطين، مش متضايقين منه. اختيار الممثلين التقال دول جه ازاي؟ بصي، هو من الاول كان اسم خالد النبوي هو على ذهن الكل يعني، وده لانه هو ان في الشخصيه جدا جدا بشكل رائع يعني. ف حد كمان تقيل، حد واعي، حد فاهم وعايز يعمل طبعا حاجه حلوه، يقدم حاجه حلوه للناس، مش مجرد ان انا بعمل عمل وخلاص. الحقيقه ان انا شفت تقديمه لبليد، اولا هو طرق في بليد يعني، دخل في بليد بشكل رائع يعني تماما. هو مش بس الجانب ده كمان اللي شد الناس قوي في بليد، فكره انه الشخصيه فيها ابعاد كتير حلوه قوي هيحبوها ناس كتير، يعني شخصيه مصريه قوي فيها جوانب كتير قوي، وفي نفس الوقت مش مثاليه.
مش بتحاول تعمل الصح، بتحاول تتغير للصح وتروح للصح، لكن عندي اخطائي اللي بحاول برضو اغيرها واصلحها، تايه بس بحاول اوصل وهكذا. هلا شيحه كمان عامله دور حلو قوي، هي ونور طبعا. ونور طبعا انا اتفاجئت بنور ان بالروعه دي ناس كلها، انوشكا وفاء عامر احمد بدير، الثلاث اسامي دول مقدمين حاجه كده، ايه الجمال ده يعني. وطبعا كل الناس اللي كانوا موجودين، يعني كان في اختيار حلو قوي، الناس كانت بتشتغل بتقدم مشاهدها بحب قوي يعني، ده كان بالي. فكلهم كانوا حلوين ومتوجهين حلو. طب في ناس كتير ما تعرفش ان العمل ده تم تقديمه قبل كده في الاذاعه وكان بطوله النجم يحيى الفخراني، كلمينا عن العملين والفرق بينهم. بص مش هينفع اقول لك والله فرق مش لشيء، لانه زي ما انتم عارفين ده اذاعه وده تلفزيون. طب هو العمل كان لذيذ خفيف لطيف كده، عمل اذاعي من الحاجات اللي كان في رمضان وقتها برضو. الخطوط الدراميه مش فارقه، ما كانش فيه يعني ايه دي اللي ما كانتش فارقه؟ الخطوط الدراميه يعني ما كانش فيه فرق ما بين هنا وما بين هنا في التناول في الشخصيات في الحاجات، ولا هو نفس الفروق؟ هو بص هقول لك، الاستاذ محمد سليمان عبد الملك كان عنده حرص قوي ان هو ياخد من خطوط بابا يعني، فهو استعان بال اصل الخطوط الدراميه من يعني بشكل من بدري يعني، هو جايبها من بدري ومعشقها في خطوطه هو كمان يعني، هو طلع منها بتفريعات لخطوط دراميه ثانيه، فقدر ان هو يحقق الفرق ده. بقى في فرق لطيف يعني، فتح في المجال اللي كان ممكن يفتح فيه لخطوط دراميه وشخصيات دراميه. تمام. بس واخد من الاساس حلو قوي وفرشه. الخطوط هي واخدها اللي كانت في الاصل في تراجعيني هوا الاذاعه، لكن ادرك ان يتفتح منها حاجات تانية حلوه قوي. يعني مثلا خط ماجي هو فتح فيه بشكل تاني خالص. ماجي كانت شخصيه، كانت راجل في شخصيه دكتور في العمل الاساسي، وكانت ماجي موجوده بس ما كانتش هي اللي داخل فيها الخط الواسع ده قوي يعني، كان الدكتور موجود وزوجته وكل حاجه اللي هي ماجي، لكن الموضوع اتبدل بشكل يناسب قوي الشاشه لما تقدم تلفزيونات. مثال ده مثال يعني، لكن هو الحمد لله انه الجميل انه احنا حافظنا على اساس القصه حلوه قوي بخطوطها، فطلع منها الحلو اللي كنا عايزين نطلعه يعني، الحمد لله. طب نسرين، يعني تفتكري السنين الجايه ممكن نلاقي يعني اعمال زي دي تاني؟ يعني احنا في الحقيقه حبينا جدا عمل راجعين يا هوا، عايشنا في قصه كده، احنا حابين نتفرج على النوع ده من الدراما، فهل هنقدر نشوف الفتره الجايه يمكن او السنين الجايه اعمال تانيه؟ يعني بصي انا شايفه انه ده سهل انه يحصل، وبشكل عام راجعين هوا لما عمل كده مع الناس، عمل حاله مع الناس ما كانتش حاصله من فتره، فده ينبه انه احنا محتاجين نشوف بقى هي الناس كانت محتاجه ايه ونروح لها بيه. الناس راحت لانه حاجه راحت لهم ببساطه ونعومه، وفي نفس الوقت قالت كلام حلو. ما تفزلكناش يعني، وفي نفس الوقت قدمنا لهم اللي هم محتاجينه وحاسين بيه ويلمس الوتر عندهم. فانا اعتقد ان ده سهل جدا. راجعين يا هوا ما كانش عمل معقد، ما كانش عمل فلسفي فوق عقل البشر يعني، كان حاجه سهله جدا وقريبه قوي لينا. بس عارفه يا نسرين انه حلو انه كله عناصر متكامله يعني، من اول القصه للكاست للصوره لكل حاجه، فعلا فعلا حلوه جدا وامتعتنا جدا. احنا يعني بنشكرك يا نسرين جدا، كل الشكر ليكي نسرين. اسامه انور عكاشه طبعا على المداخله دي وعلى العمل الجميل ده.